الاخبارات من استاذ تمازيغ تكونيني غمس الخير فلو ومرحبا زيوم ذي اتعب وقمز قورا مس مجيد تبون اقرضا للنت مورث النغل مضر اقرضا ليتفن القوات يتوسل حن مزير نو دفع اسايتو في يخفو نسغي من الوزارة اميزيس فلضرار يوسان زفري الحملة ماني بننا كذا نوث الشيء بزياد في جل عرض ندخلة النتغوري ذا الدخلة النتغوري ذي الجامعة وسجتن 12 مليون ين الماذا نوذفن بغرم ذي ليكولاث نت مرتنة ذي تعذا لوزير نو غير نتغوري بالحاكم بالعبدي توفيخ في نبت وسجد جديد نتغوري سي الابتدائية صالح ولد عودية ذي البلدية بن عكنوني الذي هم دين تأن الجزائر جائزون ما يقارب 12 مليون تلميذ وتلميذة في هذا اليوم بالنسبة للولايات التي لحقت بها أضرار يعني المؤسسات التربوية التي لحقت بها أضرار جراء أمطار غزيرة أطمئنكم أن الحكومة قامت بكل الإجراءات لإعادة تأهيل بعض المؤسسات المتضررة كل المؤسسات هي تمت إعادة تأهيلها وهي اليوم تستقبل كل أبنائنا ما عدا مدرسة ابتدائية واحدة في بلدية الدبدبة مدرسة السادات الشيخ التي تم تحويل أبنائنا منها لأنها أصبحت خارج الخدمة ووضعت تحت تصرفهم مدرسة مجاورة وصل فرحة تم قرانتي ورشن هنا ينعود ولا نري مكان تغوري ذي الولاية ننعم محل مكيل الحال ذي ليك ولا ثنعين الصفرة يعود عذلنتن زفري من ظورثن سين نوث إحوف أوسان إقمضني قار محمد داودي سون تسجانين يبدا سقاسة جديد وعزام دسات لي قنوة لاعد وشاشين للمدن دي غرباز خليفي الحبيب دي عن صفراي تضدرن سلمساح من يتعاود يخدم دي ساسكت الكيفية تيتزعم مو يضمان اكتنفوت تسجيد وعزام سقاسو الحمد لله اللي فتحنا مدرستنا اليوم ورانا فرحانين والله يوفقنا هاد المؤسسة كانت من كوبا والحمد لله احنا ما كناش قاعدين باللي الحمد لله تولي كيما هاك ولات كيما هاك بفضل المجهودات وصلنا للنتيجه اليوم مبهره لان نشوفوا ولادنا فرحانين اساتذه فرحانين والاولياء فرحانين وكل هذا الشيء بماذا بسواعد الرجال وسواعد النساء التسجد ايول التويلات يلزمن الخصوص سين يحتاج نهار السائين المدن دي ايولو غربازن الى ندي وانتما وبعد الضرر اللي شفته هذه المدرسه الحمد لله لحقنا وبعد المساعدات وكل شيء والتلاميذ اليوم راهم فرحانين اللي التحقوا بمقاعد الدراسة والحمد لله الذي سخر هؤلاء الرجال والذين أعادوا البسمة لهؤلاء الأطفال والتلاميذ الذين دخلوا إلى مدرستهم بحلة جديدة وفرح المؤسسات التي تعرضت طبعا الفيضانات الأخيرة لأضرار بليغة وكان أقول التحدي في ظرف قصير المؤسسات اليوم رجعت إلى حالتها الطبيعية اليوم استقبلنا أبنائنا بهذه الحلة الجديدة بتجهيز جديد بصور لائقة بإعادة طلاء هذه المؤسسة وتوفير كل الضروريات أدي قيمة تهلي ديام دون السجمي دشرا إلا أنت الجودي سدول تمو يحسن دوس زعم الحالة نوازام ديون الولاية وذي الولاية النيليزي ورشن كذين المذن ذي الابتدائيات بالمتوسطة ثاكذ الثانويات ولن ريموكان غوري وهنين وجذن بشغر ونجحن ذي غوري سن روبورتاجي قريت براهيم بالخير السنتن توفتن الواغ نالمدن دغ الولاية تنليزي تغري نسن ايدق وريجا اسمل نالكارم وتنيتا وينين ايدق ويدزغن اريدق ودغرن دغيرتني دغرين سلخال يولاغن حتى النقل المدرسي موفرين ولينا زعما دوكي واحد يسكن في بلاصه بعيده جيت وقف له الصباح عند دارهم سناه وقت يخرج وقت يريق روحه ومن بعد نتزروه معاه نشكر كاع اللي راهم قايمين وراهم ساهرين على هذه المتوسطه وكلش متوفرينه هنا الحمد لله يا ربي النقل الوسائل الرياضيه الوسائل الاعلام الي كلش الحمد لله يا ربي تتكفل المؤسسه العموميه للنقل الحضري والشبه الحضري لولايه ليزي وجانيت بتكفل بنقل ابنائنا في المناطق الحضريه والشبه الحضريه اضافه الى المناطق النائيه
أسمل أن هنجن أين أين يوم من تغريه دغتا جاتي غريه ساغل ويقال الإعلام الأهلي يمو سهرة يتجمع النغوة غيمير استنفاه تيلا هولان داغل ويقال ألماد التكنولوجيا تتينايت تفيدنا اللوحة الرقمية في تعلم الإعلام الآلي. استفدنا كثيرا من هذه اللوحة الرقمية. نفس الشيء كذلك في التربية العلمية، مثلا الأعضاء نتاع جسم الإنسان، يعني قديما كنا نحاول نرسم الأعضاء على السبورة، ولكن الآن بالنسبة لهذه اللوحة الرقمية يكون شكل الجهاز نتاع الإنسان واضح للتلميذ، واضح الأعضاء الإنسان كلها، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. استكمال برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص المدرسة الرقمية، ولايتنا كانت بها 5 مؤسسات تربوية بها مدارس رقمية. الحمد لله هذه السنة استفدنا من 5 مؤسسات تربوية بها مدارس رقمية، مؤسسات في مناطق نائية كان عندها الحظ أنها تستفيد من مدارس رقمية، والأساتذة اللي درسوا بالألواح الرقمية تلقوا تكوين من طرف مسؤول الرقمنة على مستوى مدير التربية. داغل ينهض إجا أسمل أمو تجمدان ويقلنين آغلون الرياضة دغيريت أنتم فن المدن دغوتيان ودقلنين وسيلي زيان روح الولايين بجايا من يسبوش ذن الكمة تيلقني الدخلة النتغوري من يسقسا اللان 245 ألف وذفن باش أغرن ونيثنسن باش أنجحن ذي غورينسن إقار هواري عزوز ست مغنين اللقفزة حرشي حسامية كدير في قنيس وغالن غرو غرفازة مزورو إمغرسن بجمع دي زغان دي مدينة النفقايث ديك ثالث نكشو مغورفيز نسقاسا وران البلنسن غر تمسير ثم زوروث درس اليوم تأشارة المغران الحمراء أتوقف الصفراء أستعد والخضراء أمشي باغدي جذق الجامعة إذا كنت سعدت بيان راح على البحر نكمبي بيان نقيم عشريان دينا خاقة في الجامعة وفي غمدو كاليو يال التولات نتغورين يقرزن اللان دي المنداد يين المذن يكوديس المذن لي باكل شفكني عدان بيا كلش بيا تعشى كي يبقى نقلغ الجامعة هاي الدريان دا نخدم يسن الواجب دا وي الجيل وزكيا أسحبي برغف لمن يمدنن مقال لك سيدة وفريد تمسير ثم زواروث صغران يسلمذن ومدي النظام نرفدتي ذي السنوث يمغرسا مقران الرسالة الموجهة للتلاميذ هي أن يلتزموا بقواعد السلامة المرورية هذا العام إن شاء الله ترمينال وإن شاء الله قاعد نجيبوا الباك المعدلات مليحة نتمنى سقاسة يدي عدي بيان أنا نو نسن الحوايج أنا نو نحفظ الحوايج يلتحق ما يقارب 245 ألف تلميذ بالمقاعد المدرسية في حاضرة تقدر ب 582 مدرسة ابتدائية 169 متوسطة و 70 ثانوية ذيك ذوق نثين يقول منيهي يغال وزن 245 ألفين المذن 24 ألف يس المذن ذي توشلت نسقمي ورئيس نرنين أنك شو مغور فيز نسقسا قف قيث سجيت سنين المذن سي معذار ولا نهنين نهنين نعاود ولا نري مكان طوري والوزير ثنو غير المعاونه ذو شول ذو الامور نتمطوث كوثر كريكو هتو في خفنو بتو نسقاس نثوري ذي المدرسه نيم جاج نصم البكم هي الذي برج من هاي الولايه انبو مرداس الوزير ثناد بلي سوج ذنو الكما تيلاقن في الجال نسن باش غير المحال ما كيلزم الحال ورنينا نطلان ذي سن اكثر وقيما دائما مسلاينا كذ اي مولانا نسن قطاع التضامن الوطني يشرف على ما يزيد عن 35 ألف تلميذ طفل معاق يتمدرسون على مستوى 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص 18 ملحقة وما يزيد عن 1304 قسم خاص موجود على مستوى مؤسسات قطاع التربية الوطنية بتأطير بيداغوجي يفوق 15 ألف مؤطر بيداغوجي إداري نثمنوا أيضا للإشارة قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المدرسة العليا لتكوين أساتذة
أساتذة الصم والبكم، وبالإشارة إلى الإدماج الاجتماعي شفتوا أنه فيه أقسام متخصصة على مستوى قطاع التربية الوطنية نعمل على فتحها طبعا سنويا بلغت ما يزيد عن 1304 في إطار الإدماج في الأوساط العادية. وفي الجالغوري وباشرني نقول ندير رقمنا لان عيط على الشركه في قدود المهنين سفغا التطبيقات اجدي ذن يتعاونني ورش انك ذي من المدن لان اقارن هقار سلمى خيواني. امينه نتفتيش تسي الغروز غري الله موسني اني تخدم في الجانت نوسيليني من نس تمورني ذيه موسني نس ذي سداويت نقصنطينة ثلاثة إقلاي من أسير من نس يقنن سواهيل نثرارا إحسر سي التويلات التكنولوجية ذو قحريش التربية. أول مشروع اللي كان لوجيسيال دو جيستيون اللي يسهل التسيير تاع الإدارة ويخلي المدير والفريق العمل الإداري يعمل بكل راحة. زدنا شفنا مشكل واحد آخر لقينا في هذا القطاع، المشكل الأولياء وما بين المدارس كاين فارق تاع التواصل كبير جدا. شفنا باللي كون نديروا تطبيق راح يسهل اكثر التواصل، وهذا يرجع بالفايده للمؤسسه ويرجع بالفايده للدوله ويرجع بالفايده خاصه للاطفال من اللي يكون في الحضانه حتى يدخل للمدرسه حتى يوصل للجامعه. وعلى خاطر هنو كريسي مشرع عن ثيوبانيين هم زيانين تيجي ديلولن سيه مسالة فيه تشاث الدولث أجدجين أمينة ذي يمدوكر النس أذفنا الراح فنسن دي الخدمة فوسيلين ثيوباني ثايا. استفدنا من مكاتب في الجامعات باغ اكزومبل في جامعة قسنطينة ثلاثة اللي هو تكنوبول، ونقدروا نخدموا ونقدروا نكونوا آلاز وين نقدروا نستقبلوا الكليون تاعنا آلاز. التكوينات الثانية كانت عديدة وخاصة مع المسرع الوطني الجيريا فونتور اللي خلى نيفو تاع لا ستارت اب فريمون يطلع وين نصدروا المنتوجات تاعنا، ماشي غير يستفاد بهم البلد اولا ونقدروا ثاني في الايتاب الثانيه وين نوصلوا لتصدير المنتوجات تاعنا اترافير لو تيريتوار انترناسيونال. الخدامين امينه يتسوف بريد ثيوباني ثنسي ديلولن سي ثغاوسي وين يحلان اكتوارنين دوك حريش مول ماذ اكس زراب نهيكلي غرق منا محريشايا باش يمثل قرضان تمورث النغل وزير الموراث برا ذي غريب من الجزائريين الى برا نتمورث احمد عطاف فاسا ذي نيويورك يحضر اتعاذ ورزام وملاقى المستقبل ذي المقرن والبعد دوك نتمور الجناس وملاقى ذي سنوسان خسن ذي سبحثا وميزن من كيلي سيغورنير بعد دوك نتمور الجناس وباش هيلي المعونات ذي خمسة غير يلا غير نو يمو ايدومن الموراث اللامان ذلها نتمور الجناس اكذ المعونات ذي موسني وذي التكنولوجيات اكذ حقوق الجيال دي تاسن بزياد فوعذر من الحوكمة دي الجناس محال لمرات السياسة أذل أرزاق عطاف غرس وملاقى نظن إلى يحضر ذيس أي حضر ذيس بشي قرم المشاورات في الجلمان ذل هنا ذي إمورة الجناس ذي السياسة يهله قار ذي سدولة في الجلفيت الني شعبيا مورث النغل له قور وقار الجهد ذقر ظال باش هذي لين الأليات تجن الشهريات ني خدام ترنين وباش أبنا إمو كان الخدم تجديدا في الجال إم زيانا نيقار محمد داودي. أما نشين السن سقفنا الطموح نطمرت نتزاير إرني دسات يقنواهي الوخدام إلا نديرني سدخلنا الخام الدولة أمو سوبريد نوسع نوحريش نسنمر دون نوع الصادرات ماني ثلاث ورقاب دي جوم إكت الإرادة السياسة تقوى تميس أهلي ثلاث جورديس الدولة سلخصوص سوجد الحالة زعيمي مدن نأيولو الفئات أين شراي لاني كرست الدستور سلخصوص بدي ديمكراس إلا ندس نمر ناشتا مورت أو نتشلي لن تورقاب دي الواقع سلخصوص أني ننجم نوسغاد ورزم نموشن وخدام إلا نتطفي نسزعم نجوري إدون الخيارات زالك. الهدف الرئيسي لرئيس الجمهورية هو ترقية حياة المواطن الجزائري والأسرة الجزائرية بشكل عام. هذه الترقية تتأتى بطبيعة الحال من الجهة تطوير المنظومة الصحية والتعليمية وغير ذلك، إلى جانب التركيز الأساسي حول بعث قوة حقيقية لدعم القدرة الشرائية من خلال زيادة الأجور منح وعلاوات مختلفة حسب كل شريحة أو كل فئة مجتمعية معينة. هذا ما يضمن القدرة الشرائية أو استقرار القدرة الشرائية للمواطن التي أصبحت لا تتأثر فقط بالمدخلات الوطنية المحلية أو أزمات أو غير ذلك. فهذا أبان العالم في السنوات الأخيرة على أنه القدرة الشرائية لكل مواطن في العالم وليس الجزائر استثناء أصبحت تتأثر بالأزمات الدولية.
دي المرحلة تمزورت أن رقبة سزعم القدرة الشرائية هي اللي نوري الخلاص نخدمن دي العلاوات دي الملحات نتقاعد أما شلت سلام الدولة تخي وفعل زمام من النظام المتعاقدين دوي جاس سيت مزور نتنقادي ثلاث تسجة ديون وهيل توشو الدولة العهد يوسوجد 450 ألف نموشان وخدام دي سمس نسقاسن إلا نوسيند. رئيس الجمهورية عندما يقول أنه تحقيق 450 ألف منصب شغل هو يتحدث بطبيعة الحال مما يسمى المنطلقات الأساسية. هنا سوف نتحدث عن المجالات القطاعية المنتجة للوظيفة، وذلك ما يمكن أن نتحدث عنه في إطار تطور الفكر لدى العديد من الشباب في التوجه إلى خلق المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والمقاول الذاتي. هذه جزئية كبيرة ومهمة. عندما تحدث أيضا عن القطاعات المنتجة الأخرى سواء في قطاع الصناعة الطاقة والمناجم، هذه القطاعات جد حساسة وجد استراتيجية في فكر رئيس الجمهورية وخارطة الطريق نحو الأمام. وحديث رئيس الجمهورية لو نتذكر قبل سنة عندما قال نحن لا نبحث عن عدد المؤسسات بقدر ما نبحث عن جودة المؤسسة. جودة المؤسسة هي الضمانة لتوفير مناصب الشغل الدائمة وليست مناصب الشغل الظرفية. إيجن زمان ويضيضن إن نقبنت يمتخصن باليد السزعم يغلب تدمزة غناوت دين دوقول دو سخدم للكوبانية طبزان للكوبانية تنماست أرنياس للكوبانية ناشئة ماني غلدسات اللي انتبلنا ضوضن غلد سنة مروين الألف مؤسسة ناشئة دي قنيمار تلات قار لإحصائيات اللي انتلقراب انتمنى لاف الكوبانية ناشئة أمان شنسن باللي أنضان نو الكوبانيات قبل 2020 ولي ويضن غل 200 الكوبانيات. ديوان تمرث نغل حوال المجني خبر رساب اللي نوث ذرع داك ذا تبرو اللي يذلين نسا ذي عطى الولايات وبذان ذي الوقت الظهور ذي الولاية متين دوف بني عباس ذا بشار من نوث حوف سي العبار من 20 غالي 30 ميليمتر وذي تلمسان سيدي بالعباس سعيدة انعامة البيض تيار تسمسيلت المدية البويرة الجلفة كذ الغواطة أحف سي العبار من 20 غالي 30 ميليمتر سي الوقت نظهور غالي 3 ويتشا أصبح وذي الولاية من غردايا تقرت ولا جلال المغير بسكرة الوادي باتنا خنشلة التبسة المسيلة برج بعريريج سطيف ميلة قسنطينة أم البواقي قالمة سوق هراس جيجل سكيكدا عنابة ذو الطرف كذا العرين والقلة هبذا نوث في 9 نضا غالي أيتشا في 12 نواس وحوف سي العبار جار 20 غالي 40 مليمتر ذي وكافح الجرائم الفرقة الثاني ميد من الأمان هنا مزيرن إذا لم تزنوزان المخدرة 8 ميد من الأمان الولايين مستغان من السوقي قمضن رزين يشتل الجماعة ثنهني ذي 8 وفان غرسن لحساب قرضال سي الكاشيات لا دروغ وفان غرسن 800 ألف الكاشيات وشي الزفري ميحقق أنه ميزن مليح ويبناسا لمضبر الجماعة وطفنت من التان دي شريك النساء التوغي هن رفضن الكاشيات وينتن وذي لخدمته وفان لحساب النظام من 799 ألف ذميتين وستين الكاشيات لا دروغ هكذا 19 طنوبيلة ذيج الكاميو هكذا 120 مليون سنتيم ذي ذري من المخدرات الجماعة سقم ظنطن غر لوكير من الجمهورية ذي وخام نشرع المستغانم في الأخبارات الجناس دي المروك الشعبي لا يصنع التشغب بيس سي سياسة المخزن دي مضبرني عفسن فلسن وقرين دي سن الباطل الذقر ضال والشعب من المروك يوي الراي باش يكر في الخدايمة يقار عبد الله السبع رقود تابعتم أيضا كيف أن الفساد يستهلك سنويا 50 مليار ديال الدرهم تابعتم أيضا كيف أن المغرب مصنف على مستوى الديمقراطية مؤشر ديمقراطية ضمن الأنظمة الهجينة مازالت كميلة مسبانيين ديك الزنقة لا قدي بغدان الماروك السبالة غلا تمعيش لا قد الخصاص لي مكان الخدمة هادي فاو كدو دي ثيكلة النظام وكنا دي فد مجال توك ارضان تدغيم تنبيلك لا قدو سخدم لي مكان علين لا قد الحصانان البرلمان لا قد وقراف غاري مضبرن مبلا زرف ذيني دي لان مبلا سوثار نا القانون غي تطبقن ذقنر واثني حاسبن زدات نوخام نشرع التوجه غادي في البلاد يتغول يجمع بين السلطة والمال يستفيد من واقع الفساد والريع والرشوة وكيسعى أنه ربط المسؤولية بالمحاسبة ما تكونش وأن الإفلات من العقاب يولي هو القائم
والسقي. طلع الرشوة عندك، الرشوة عندك الفلوس، انت هو كلشي ما عندكش الفلوس، كيصطموا عليك يعطوك هما ما بغاو. صطموا عليك انت يوسف؟ وراه صطموا عليا انا من طلب قايد طلب 20 فوتوكوبي، من اللي كنتش 20 فوتوكوبي قال لي 20 مليون. انا وحنا واحد من المتضررين من الزلزال ديال الحوز، وما كاين لا انصاف لا حتى شي حاجه لحد الان، باقي ما تعوضناش وباقي حتى واحد ما سول فينا. جات واحد اللجنه في الاول ولكن ما كاين حتى شي حاجه. هذا الرئيس هذا تنطالب حنايا بالتوقيف ديالو لان عنده المال العام. ذي الحيف لقد الميزيغيان ذك هريشاني مخلف نار ثمان القوانين يسوفاني مذانين سكوتكير كيذن نلخذمة أما القانون انقارون وحريشو السلمذ في ديلا تصبو ولقد زعاف غير مرشح. قرار لا ديمقراطي لا شعبي اللي تيضرب في مضامين الدستور. هذا الاقصاء اللي تنتعرضوا له هو اقصاء عنصري، اقصاء تمييزي طبقي، تيستهدف واحد الفئه اللي كافحات وناضلات سنوات ازيد من 20 سنه او 24 سنه، والطالب يدرس ويناضل ويكافح. تيم سبانيين ديوساني وفدي ميال الفساد يغنى زار ديال ثاكوبانيث اني ذا ديلا وفدل نتذريم ثنبيلك فراي القانون. ذي ثالث ذي يهدو ذا ماروكي تيدير الخصاص ذي الحرش. أولاد الشعب فينا هما، أولاد الشعب فينا هما، نفنى ذا راس الحومة، نفنى ذا راس الحومة، أولادهم فينا هما، أولادهم فينا هما، في باريزهم. في الحال ذي فلسطيني وذين نتكمل ذي الجرائم نسان ذي غزة من استشهد 119 فلسطينيا وتوجرح 209 ذي أسوأ عين قورا وصبح هذه البجر تواجر حن عطاسي فلسطينيين مكتيارة نوذين كثين تندي الوقت 18 شهداء الأقصى هنين توكذن باللي يوض الحد وطاقن نشر نين استقبل لني مجرح أكثر ودواوات قريبة قاضان الكل وقيمن بلاتري سيتي وذي ضف غربيث العسكر نوذين زضمن في الشرق نطول كرم من يتواجر راح يجو فلسطيني سرصاص من العسكر نوذين ذي واد الحمص العري من الشرق من بيت اللحم وغير كذ الخدايم نوذين إيش مثلنا كذ زضمات من طيارة من العسكر نوذين فور ودين لبنان يستشهد صباح هذه الفجر يجو تواجر حم سنة أيضا وطيارة نوذين زضمن 60 انتكال في مكان نور ودين لبنان أكذ البقاع الغربي سيجيثي سل وزارة من صحة لبنان هو كذ بليش للحساب من الشهداء في سبة زضمات نوذين في بيروت يوضر 45 والحال ذي لبنان خلص سيواس 7 أكتوبر يقمضا في سبة التعديات نوذين أنوال الخبرات أنت مورث النغذي هو رثك ذا الرياضة وكذي ملاقين مزورة نوم سزل من الكاس من الكاف أرباح ندوكلا من الجزائر الصغر صن وملاقا كذا الملعب التونسي ذي والنار ميلو دهدفي ذي وهران ذي الوقت ماني وملاقا نسن ذي تونس الملعب التونسي نهني يربح سييج سي والو وذي ملاقين نمزورة ندوكلا الأبطال أنت فريق ذي كورث نظار دايما يظناظق مديث المولود يعني بزاير ربحن ورباث دوكلا المونستيري بسي سنسوالو ذي والنار علي عمار ذي الدويرة وهم المولودية هقمض إنو بث نملاقين إيدي تسن أمام براعة الحارس كوبطالي إفريقيا بعد وهما نمير الإخبارات المساكمين قمدل عن غاليين من أخذ الإخبارات إيدي تسعى